منذ أكثر من موسمين ما زال قطاع السياحة في إقليم كردستان العراقي يعاني الركود، ومرافقه السياحية تنتظر الفرج ليعيد إليها السياح القادمون من وسط وجنوب العراق بهجتها السابقة. وعلى الرغم من وجود إجراءات لتسهيل دخول السياح، إلا أنهم ما زالوا يعانون الكثير من الصعوبات. إجراءات جاءت بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق شمال وغرب البلاد قبل أكثر من عامين. ويعني العالم من يجون هنا، أنا ما يجون يغلفون تفتيش مني، ندخل كركوك لحد ما العلي بيك والشقلاوة كلها تفتيش، يعني رجعة وراحة تفتيش. نتأمل أنه يصير تفاهم ما بين الطرفين وتنسيق ما بين الأهالي والحكومة لسلاسة أو تمشية الأمور، ومن ثم محاولة ازدهار السياحة من جديد. التسهيلات التي تقدم إلى شركات السياحة لتنظيم رحلات إلى المناطق السياحية في الإقليم، والتي تقدم للسياح برامج ترفيهية لجذبهم، إلا أنها ليست بمستوى الطموح، وما زالت تعاني الشركات من بعض الإجراءات، ولعل أبرزها منع دخول المجامع الشبابية واقتصارها على العوائل فقط. الشركات اللي تأملت هذا الإصلاح بالنظام السياحي في كردستان ماكو، فقط شعارات لحد الآن، لأنه هذا الكلام نسمعه وحضروا زملائنا من باقي الشركات في اجتماع مصغر عدة مرات كرر بأنه تسهيل مهمة دخول الجروبات السياحية إلى كردستان، ولكنه ما نلمس هذا بشكل فعلي. يتمتع أقليم كردستان بالعديد من المناطق السياحية من شلالات وعيون وأنهار ومنتجعات جبلية ومحميات طبيعية، ويسعى المعنيون عليها بجعلها مكان اجتذاب السياح لمساعدة حكومة الأقليم في زيادة وارداته التي تعاني من أزمة اقتصادية بسبب تهاوي أسعار النفط من خلال الضغط على الحكومة، لكنها ما زالت تنتظر تنفيذ الوعود الحكومية. حكومة الإقليم بصدد معالجة جميع المشاكل التي تعاني منها قطاع السياحة، ورئيس الحكومة وعد بتقديم جميع التسهيلات للسياح، لأن المشكلة الوحيدة التي نعاني منها هي عدم وجود المجامع السياحية. وتبقى السياحة قطاع تزعى الجهات الحكومية الاستفادة من وارداته، لكن يبدو أن التحديات الأمنية تعرقل هذه المساعي. عبد الحميد زيباري، الحرة، أربيل.